الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم سناب. شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث. خمسة وخميس عليك، كيفاه ضيع الباسبور متاعك؟ على مراد الله يا سيد القنصل، زربت عليه ما لقيته، عهدي بيه في مكتوبي. ايه وتوش باش تعمل؟ هاني زيد قلت لك. ايه وكيف قلت لي؟ المواعمل اللازم، خبر عليه ولا طلع لي باسبور تاخر. ايه على خاطر سهل هو، تعرفش اش معناه ضياع باسبور؟ نعرف يا سيد القنصل نعرف، معناه قعدنا بلا باسبورت. لا يا ليت، اما معناها انت توا ضعت. لا اله الا الله، مانيش في قنصلية تونس توا، انخرز البراحة يلوزوا عليا في البلاد. تي لا ضعت، يحب يقول بلاش هوية، كأنك ماكش موجود، ماكش في الدنيا. سنوة مانيش في الدنيا، مال هذه الاخرة واكتسمت وسبيني مفتنطس كي زي عزرائيل قبز لي روحي ولا غدرني عن النوم. بما لغة باش نكلمو وكيفاش باش نفهمو؟ شوف يا وليدي، في تونس كي تجي مثلا باش تصرف ماندا في البوسطة ويبدا ما عندكش ورقة تعريف، يعطيوك الفلوس. بب بب ملا، لا اللي في القيسين تاع الفلوس زارنا الدار بالدار ويعرفني حق المعرفة. ولو كان يتبدل هذا جاركم ويجي واحد اخر، يجي واحد اخر ما يعرفكش، اش تعمل؟ نعطيه ورقه لي دانديتي. نفرض ورقه لي دانديتي نتاعك راحت، ما تنجمش تثبت فلوسك، على خاطر ورقه التعريف هي اللي تثبت انك فلان بن فلان بن فلان الفلاني. غالت يا سيد القنصل. عجب، انا سناب مش فلان بن فلان بن فلان الفلاني. ايه اللي في القيشي منين يعرفك انت سناب ولا بوشنب؟ نهز معايا زوج معرفين. بس تقعد الدور مع العلة. اسمع وليدي، تونس تونس وفرنسا فرنسا، هذه حاجة يلزم تفهمها. فهمها. وبلاش باسبور، انت هوني في وضع غير قانوني، عبارة على حاجة ضايعة، انت ضايع ضايع. تصديق القولك يا سيد القنصل، لو كان مزيت الزايع ما عندي ما يجيبني لوني. أيوة هاك بديت تفهم. لكن أنا زيتك بس تعاوني ونلقى روحي، أعطيني باسبور جديد. ما يمكنش، هاو قالوا لي اللي زيعلو باسبورتو القنصلية تعوزهولو. بالنسبة للمواطنين اللي عندهم شهادة إقامة وعايشين في فرنسا. ولا أنا وين عايش؟ عايش في الأمريكا. دخلت لفرنسا بصيفة سايح، والسايح ما عندوش حق في تعويض الباسبور. ما لا يقعد على الهامس وتاكلوا الكلاب. كل ما النجم نعملوه معاك، وهذا على شرط تقدم لنا وثيقة، بطاقة ولادة مثلا ولا ورقة تعريف تثبت هويتك. كل ما النجم نعملوه معاك نعملولك لسي باسي باش تروح. لوين نروح؟ لتونس. شنو لوين تروح؟ تونس بس نروح لها يا سيد القنصل. ها ندرزع في دايا وعروسية البيه بس ندخل لها، في بالها بس نهد ونبني وندخل الماء والزو ونسد البير والمازن، واذا بيه نروح لها بصر صابون ممسخ. الله غالب عليا وعليك يا وليد، باسبورك حقك استحفظت عليه، اما مش يباتوا ولا خبيتوا على خاطر 3 شهور قريب يوفاو. بالله بالله لا صارها يا سيد القنصل، وراسك وراسي انا بدا راسك انت زعلي. ولا تسرق لك؟ ما نعرفش، الواحد ما يحرقش قبره بيدو.
عندك شي شيء يثبت هويتك باش نعملولك لي سيباسي؟ ما وقلنا ركنا عاد من هذا اللي سيباسي يا سيد القنصل. ما تحبش تروح؟ لا، ملايلي ويلك ربي. توا هكا نمشي للبوليس بس نعمل ديكلاراسيون دو بارت ما يستعرفوا بيا، نزيل القنصلية ناكل ربع ستايك. ما ناش نعطيه في ستايك هون، بالعكس نعاونوا فيكم ونخدموا فيكم بجهدنا وفوق من جهدنا، والمشاهدة أقوى دليل. أعمل دورة في القنصلية كاملة وشوف تلقاش مواطن واحد جاء باش يقضي قضية ومقضينا هلوش إلا أنا. ما حبيتش تجي الاثنين؟ هاو نعملو لك لي سي باسي. ما وقلنا لا عاد. على كيفك، لا فايدة بس اللحة زايد. باهي، ما لنقول لك في الأمان ومع السلامة. الريق متاعي ساحي يا عم زهود في زرة هالباسابورت. عندك الحق بالله، لا كنت نتصور اللي الباسابورت حازة صعيبك يا هكا الباسبور. اسمع يا وليدي اسمع، الباسبور الاخضر اعز من عيني، بجواز السفر عملت في البحر ثنية. بيه درت العالم، نستحفظ على الباسبور نبقى سالم. صحيح صحيح يا عم زود صحيح، لان خالت الزفات ولا قوم ظالم ولا يضيع الباسبور بين يديا. ايه هكا هكا عندها قيمه، استحفظ على الباسبور فوق قديمه. والله جواز السفر حاجه صعيبه في عهد الاستعمار، حد منا لا فرح بيه ولا حطه في جيبه ولا قطع البحور ولا سجل اسمه في قنصلية. استحفظ على الباسبور ياسر مش شوية، راهم ينحيوهولك، تصبح تشكي وماشي جاي مقلق القنصلية. بالله 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 يا عم زود يا كلام نقص على حزر. وكيما قال اسحاق، انسد اللي طاح من السلوم. هي قل لي عاد توا اشناوي تعمل؟ تقريب يزي يزي من هالبلاد. عندي واحد صاحبي قال لي نمسيو البون لعل نلقاو فيها لمبوس. وقتاش ناوي على خير؟ غدوه نقصو تسكر الترين وبعد غدوه نقصدو اللي ما يخيب حد. هوني الخروز يا صليح، وين ماشي الغادي؟ باش ناخذوا تسكر البقايع ولها تسكر اللي قصيناهم توا ودفعنا فيهم قداس من دي فران نتاع دخول لقار. لا هذو ما تسكر الركوب في الترينو. واش مازال اخر قصوا وقصولو يا اخي ولا شنو؟ قولي اخي، تحب تمشي من هوني لليوم اربع سوايع واش واقف ولا قاعد؟ فاش مطلوب نمشي واقف يا اخي، انا دفع الكرويه وفاهم لازمنا ناخذ تساكر اخرين باش نلقاو بقايا. وبالفلوس هتساكر زاده ملا بالبوس؟ لا يا اخويا، طلع الصابون نظيف على العوينات، الركبه بالفلوس والبقعه بالفلوس، ربي يستر لا ترسي طلوع للترين وزاده بالفلوس والهبوط منه بالفلوس. هذا اللي يقول لك كل خطوه بحاسنا. مدام سيلفوبلي. Oui. Deux réservations pour Lyon. Oui. Voilà les billets. Départ demain matin à 6h. يخليهم لك يا صليح، هكا تبر لي كأنك واحد منهم. يا كاكاش شوية وبر. C'est 8 francs monsieur. Voilà. Merci. Merci.
هاي شناب طيب هزم متسكرة ايه اش فيهم تراه تراه نمروا الفاغون اللي باش نركبوا فيها ونمروا لي بلاص نتاعنا خسارة شنو زاده لا ركبتنا جات في فاغون دي فان دي في الدخان يرجع قول له تبدل لنا فاغون اخر ما يجيش فينا تور هكا عطاها ولسبيه الكارديناتور يحكم فينا ادفع معانا فلوس كارديناتور يا ودي مش كارديناتور معناها ماكينه دماغ الكتروني تمشي بالكورون برا عرفتوا هكا اللي زار بوتل اي كيفك انت هكا يمشي عاد يمشي شبيك واقف يمشي بالله عليك قول لي يا سليح قول لي السنادق الواقفين كيف السنزه وفيهم حلوه وعكوك شنو ما من وين شفتهم ونسيت بس نزدك عليهم هذوك ماكينات يبيعوا الحلوه قول لهم يعطيوني كعبه حلوه يعطيوك لا يا راجل هما ساعه ما بيعوش بالكعبه بيعوا بالجعبه كامله ولا بالصندوق ايش ايش نوريك شوف حط هوني فرنك وانزل هوني يا بالصندوق بابا وعنده ابوه ما تزدش علي الحكاية حاب نجربو زرب اخوانا بالله يزرب انا ما نصدق الا من عنك او نحط ان فرنك ننزلوا على الفلسة هذي هاي سيدي هاي شعبة الحلوة هبطت هاي ها يخلي بقعهم هسي طلعوا وسي اخترعوا الواحد ما عليه كان يمد يده يهز وياكل بالسفاء مالا ريت ماو ريت ماو قل لي وكيت كيكس الماكينة وما تخدمس ترزع لكش فلوسك لا يا راجل مالا بس يعمل الواحد وقتها وقتها يعني مشاف دقار وهو يجي يحلها ويردك فلوسك سيقولوا ريت شنو متعش تقرك يا مكتوب هاو مكتوب هاو وين نلقاها الشاف دوغار في بيروه علاه تجد عليه نحب نديله واه عندي ما نقول له واش هذه اش بينك وبينه تعرفوا يا اخي باش تولي له هدره وحديثه يا اخونا بالعربيه باش نشكره ونقول له بارك الله فيك كيفاش قام بعد اللي الماكينه ما سرقت ناس وعطاتنا الحلوه كي حطينا فيها الفلوس باي ماني فاهم ايش انا باش تقصد عاد اسمع ملك اذا كان انت قليل فاهم الماكينه تقولس كيما نخدمس خبروا الشاف دوغار اي يبدا كيما تخدمس ناديو للشاف دوغار ونغسلوا له راسه بيازوره وكي تخدم وتطلع بنت حلال ما نقولوا له سي لا ميرسي لا بارك الله فيك ربي يجبرك هيا يمشي وي هيا راجل ما زرلكش باش نادينا للشاف دوغار يا خويا يمشي يرحم بوك مسينا توا شنو سي شناب كي خلينا الفقونه نتاعنا وبقايانا وجيت لهوني وقعدنا واقفين يا خونا ما يساعدنيش نقعد اربع سوايع سايح ما نعملش صغيره باهي ما عليك توا الا تشيه بالوقفه وسوق بزاه والديك رخنا وخلينا نتفرجوا في عزب ربي اش من عجب بريد زاده تعرف اللي يقول لك طاح الليل طلع النهار الملك لله الواحد القهار اي نسمع بها حتى ريتها كيف هو على وزني هو دايخ يا اخي ما فتنت بسير ايش ثم قل لي نكونوا نمشيو في النهار والسما الزارقه واذا بي اوب تحليل وسلامه الدنيا احنا مازلنا هكاكه والنهار يطلع يا هل ترى نهارهم وليلهم بالمنزلك صار ولا انا ما عادش نفطن بالوقت كي يتعدى يرزيك في عقلك ليه سال المزل الليل النهار اتك ردني ما عادش نفرق بين الظلام والجو
بالله عادي بروحي في النار نلقى نفسي في الليل. تي ما هو كي ندخل للدوام استظلام الدنيا. اما دوام سواما مغاغر نقعدوا بالدرز والدرزين في الظلام. راهو لو كان مستري سيتي رانا ندهتسو. قلت لك دوامس. ما تدخل ليس لدماغي هالحكاية متاع الدوامس. اكبر داموس عندنا في تونس داموس السيدة. الترينو ما يقعد فيه اكثر من مينوت. الدوامس هوني كبار وطوال. على خاطر ساعات يشقوا جبل كامل. ما عليك كان تعس وطل. بالله الا ما نعس. قداش يزف الترينو. لا يبارك له ياكل في القاعة ماكلة. ايه 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 يرد بالك. او كداموس قدامنا دخل راسك يا هم. بب بب بب. نسهد له نسهد له هالميكانيسيان اللي يسوق بينا. بالله يا حط الداموس في الزبانة قمر زب وحلق. بب 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 بب. لا تحلحز للهكة للهكة. اسمع اقعد انت تفرج انا هاني باش نركض. نوصلوا لليون قيمني. ارقد وتمان. ساليه ساليه. اي قوم عاد وانتي نوم الدنيا والدين زبتو. بالله تقول سعليك من اللي ودتك امك مرقتس. وصلنا الترينو عنده نصف ساعة وواقف والناس الكل هبتوا مقعدنا كان انا وانتي. شبيك ما قيمتنيش كيف وقف. منين نعرف عليها زيليون ولا بيربو رقبة انا. اوه والله لا يبارك لك. اسنبس بيك تغوص على راسي. خرجنا من ثنية. الترينو عمل دي ريمون. تي لا يا راجل. في عوض نمشيو لليون هنا جينا نشامو نيكس. نيكس؟ يحب يقول لا بالألمان. تعربت على روسنا. بكله منك. وصلنا لليون وبدلوا الفقولات. وعاود مشى بينا الترينو. وانتي سيادك راقد مش هوني مولا الدهر. انا بالله فايق عيني تبحلق. اما انتي رقدت وتثبت فيه خماري. يا ودي زايد. زايد. اللي عمل عليك يبات في الكراكة. هيا نهبطوا عاد ونمشي وناخذوا تسكر اخرين باش نرجعوا لليوم. استمعتم الى حلقة جديدة من مسلسل الشناب. تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب الحارث.